اوبا، في نسوان جامده اهي. قلت له عليكم غفر ليه؟ اياك اتجنيت. انت مين وجاي عند مين هنا؟ يا سيدي دول ما بيحبوش كده، دول بيحبوا الراجل الحامش. انتوا مين؟ نهار ابوكم اسود، انتوا ما تعرفوش انا بنت مين؟ ما تخافيش. ايه مستكترين نفسكم على حرمه يا كلاب؟ انتوا رجال انتم؟ خلاص يا عم بتاعش خشمك واصل. بقول لكم ايه، لو شفت حد منيكم هنا هتفلوا تحت رجليه. غوروا يلا غوروا. تخافيش يا سنيورة، شوية كلاب وراحوا لحالهم الحمد لله، جت سليمة. وتطلعيه انت كمان. أنا اللي ربنا بعتهولي في الوقت المناسب عشان يحميكي. بس أنا أول مرة أشوفك عندينا، أنت مين؟ غني غريب، أنا الغريب. أصيلة فتحي، أنا أول ما عرفت منه قلت أجي أنبهك، الواد سمير ده غشيم ما بيعرفش يفكر الحكاية جاية منين ورايحة فين. لسه صغير ما تعلمش. ولا حيتعلم، ده عايز يكسب فلوس وهو نايم، فاهم إن الحكاية سهلة زي ما طلع ولقاها. معنى إن نوح وصل لك يعني هو مستموت على الورق ده ومستعد يعمل اي حاجة عشان يوصل له، حتى لو كانت الحاجة دي انه يصفي العطارين كلهم. الدرجة دي واكتر يا فتحي. الورق ده اصله لو وقع تحت ايدين نوح ممكن يكسب بيه بنط كبير قوي عند الشركة، بس هو ما عايز يكسب البونت ده على حساب انا. ما تاخذنيش يا سيبي، الورق ده فيه ايه بالظبط؟ الورق ده رايق، يخص الشركه وشبكه تعاملاتها الغير شرعيه في الشرق الاوسط كله، يعني في لسته كده باسماء اصحاب رؤوس الاموال الحقيقيين. تخيل انت بقى فتحي دول ممكن يطلعوا مين؟ الورق ده كان وقع في ايدين زين من زمان ومفيش منه غير نسخة وحيدة، وده اللي مخلي الشركة ما تقربش للعطارين، لان الورق ده لو ظهر في ازمات دولية ممكن تحصل، في حروب ممكن تقوم. يا نهار اسود، وناوي تعمل ايه؟ ناوي استعد لنوح، وزي ما هيلعب حلعب، ولو اختار يلعب بالسلاح هلعبه بالسلاح اللي اكبر منه. هانت يا بابا، كلها جلسه ولا اتنين وهتخرج بالسلامة. لا انا زهقت من قعده هنا، مش قادر اطول اكتر من كده، لازم اخرج عشان كل حاجه ترجع زي ما كانت. يا سيبي زي ما رودي هانم قالت لك كده، خلاص هانت كلها كام جلسه ان شاء الله وتخرج بالسلامه. انا بس عايز اقول لك ان الدنيا بره اتغيرت خالص. اتغيرت ازاي يعني؟ والله يا سيبي اخبار ما تطمنش. نوح دلوقتي مسيطر على السوق كله، مفيش حته سلاح واحده بس بتتباع في البلد غير من بضاعته، ده غير انه مقدم نفسه قدام الناس بصورة رجل أعمال ناجي وحيد. ده عشان أنا بس جوه السجن، لكن لما أخرج بره هنرجع زي الأول. خير يا سيفي إن شاء الله. عموما كل المحامين طمنونا، والورق كله متستف وكل حاجة هتبقى تمام بإذن الله. أدينا مستنيين. وبعدين يا يحيى، انت تقريبا ما بتنامش، ده انتحار مش شغل. يحيى ايه يا حبيبتي معاكي؟ معايا ايه بس؟ قول لي مالك؟ على فكره ممكن اساعدك، انا بزنس وومن شاطره قوي،
ما هي مش مشكلة وعايزة حل ريهام. الوضع اتفرض علينا ولازم نتعامل معاه. العيلة بتمر بأزمة مادية كبيرة أوي. شكلها معقد. طمن يا يحيى ما تشيلش هم. فلوسي هي فلوسك. المشكلة مش فيا. المشكلة في إخواتي. ولاد جيهان هانم ولاد الأكابر مش واخدين على المرمطة. من الناحية التانية عزو اليتيم. فاكرين إن هما يمدوا إيديهم ويغلفوا فلوس. اخواتك اخواتي. هقولي بقى ممكن اساعدك ازاي. جرب. رغم اني عارف انك تربيت اصول وشوكة وسكينة، بس عارف انك جدعة وتسدي. تسلمي لي يا ريهام. بس العطارين مش قصر وعيلة وشوية اخوات، دي شركات وتجارة وبيوت مفتوحة وسمعة وهم كبير أوي. هتعدي إن شاء الله. وأنا واثقة إنك قدها. بس المهم دلوقتي ترتاح شوية، النهار قرب يطلع. حاضر. ماشي. بجد يا رجالة أنا مش قادر أوصف لكم أنا قد إيه فرحان بالدار واللي عملناه فيها. بس فرحتي بيكوا أكبر. عشان لولاكم عمر ما كانت الدار هتوصل للشكل ده. احنا كنا زمان مدفونين في الشر، لكن دلوقتي زي ما انتوا شايفين بنزرع الخير، وان شاء الله هنحصده فينا وفي ولادنا من بعدنا. شكرا يا رجاله، انا فخور ان منكم عزوتي وعيلتي. احنا اللي منك يا عزيز، وانت طول عمرك ظهر وسند لينا. احنا كلنا بنحبك يا عزيز وفرحانين بيك. كل اللي عملته في الدار انت اللي دلتنا على طريق الخير يا عزيز. هنفضل نعمر في الدار دي لحد ما نموت. هو ده العاشق مع عبيده. احنا لازم الرجاله كلنا نبقى على قلب واحد، نبقى في ظهر بعض عشان محدش يدخل ما بيننا. خلونا نفكر في حاجه واحده بس، ان احنا نفضل ايد واحده. طول ما بنفكر في القديمه نفتكر حاجات وحشه، بلاش منها. طيب لو مسامح بقى عم عزيز، ممكن تسمح لنا بفسحه؟ فسحه يا عبيده؟ تيجي منك انت؟ في شغل. بس ماشي، مسموح بالفسحة، بس بعد ما تقفلوا الشغل. ومش الكل، هتقسموا نفسكم مجموعتين، مجموعة تخرج والباقي يستنى، وبعد كده يبدلوا. اللي هيخرج الأول بقى يجيب لي زلابية. بس كده يا عم عزيز؟ يا ده أحلى زلابية الأحلى عزيز في الدنيا. يا عزيز يا عسل أنت. طب يلا يلا يلا. ازيك يا علي؟ توحشتك يا راجل. وانا كمان اتوحشتكم قوي والله يا عيشه. كيفك وكيف النرجع وفارس عامل ايه؟ كلنا بخير. مش ناوي تيجي تزورنا؟ ناوي ان شاء الله، هخلص شويه مشاغل عندي واجيب سلمى واجي على طول. طب انا عايزاك تيجي في اسرع وقت ومن غير سلمى. خير يا عيشه؟ حياه هنا يا علي. حياه؟ تعمل ايه عندك عيشه؟ لو محتاجه فلوس اديها ومشيها، وفهميها اني مش عايز اشوف وشها تاني. اهدى بس يا علي. لا مش ههدى. وفهميها ان اللي بيني وبينها خلص هناك على الشط. لا يا علي ما انتهاش. حياه شايله في بطنها حته منك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا عيشه؟ يعني حياه حبله يا علي. معك يا حاج يا عيشه. طبعا لازم اجي قريب ان شاء الله. انا ابويا كمان بقالي كتير ما زرتوش. هاجي واجرار الفتحة واشوفكم بالمرة. يلا سلام. ايه يا حبيبي في حاجة؟ لا مفيش، كنت اروح النجع صد رد كده. ماشي، انا اصلا كنت عايز اروح من زمان. تروحي فين؟ قصدي يعني هنروح، بس انا يعني لما نروح نقعد يومين هناك هباخدك معايا، بس المرة دي مش هينفع. ماشي. طب تحب احضر لك حاجة؟ لا رايح صد رد، مش هاخد معايا حاجة كمان. بسمة حبيبتي، جبت لك كل الحاجات اللي انت طلبتيها، وجبت كمان الشوكولاتة الكريم، شوكولاتة شهد، عشان الاتنين ما تخنوش مع بعض. ربنا يخليك ليهم يا حبيبي وتسعدهم طول العمر يا رب. انت ليه بتقولي كده؟
أنا قلت لك 100 مرة من فضلك من فضلك ما تقوليش الكلام ده تاني. أنا قلت إيه؟ المفروض تقولي ربنا يخليك لينا 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 كلنا، فاهمة؟ لينا كلنا. يا طارق حبيبي يا طارق، مفيش حد بيهرب من نصيبه. بسمة أنا الكلام ده بيوجع قلبي، فاهمة يعني إيه؟ بيوجع قلبي. يا حبيبي اهدى، أنا لازم أوصيك عليهم غصب عني. أنت مش هتموت، هتعيشي، عارفة يعني إيه هتعيشي؟ هتعيشي إن شاء الله لغاية ما تتجوزي كريم وتاخد عزايا، فاهمة ولا لأ؟ بس يا بنتي عليك يا عليك، أنا آسفة يا طارق، أنا آسفة. أنا لولا إني حمل ما كنتش جيت ولا عرفته سكتي والله يا عيشة. إيه اللي بتقوليه ده؟ البيت بيتك يا حبيبتي، تيجي في أي وقت. طب هنعمل إيه في المصيبة دي؟ وبتسميها مصيبة ليه عاد؟ وأنت كنت حبلتي في الحرام، ده جوزك وربنا عايزك ده. اصبري بس، علي طيب واد حلال. ما أنا ما بخافش غير من طيبته دي يا عيشة. أنت ما شفتيش لما المدعوج اللي اسمه عوض ده جه عمل فيا إيه؟ ما أنت كان المفروض تصبري برضك يا حياة. صعبت عليا نفسي يا عيشة. لما الرجل الوحيد اللي ما حبتش غيره يتهمني في شرفي، صعبه برضو يا اختي. معلش يا حبيبتي معلش، بكره ان شاء الله يجي وتتحل، ربنا يحلها من عنده. في حاجه يا عيشه؟ في حاجه مخبيها؟ بص يا بنت الناس، انا هنورك عشان الحكايه ما بقتش مستحمله اما اطلع. ما تقولي عاد، انا قلبي اتقبض. علي اتجوز. اتجوز؟ اتجوز مين؟ اتجوز سلمى بنت عمه. طيب يلا قومي عشان اشوف لك هدمه، يلا. معلش يا حبيبتي، ما انت برضك مشيتي وسبتيه. يقوم يتجوز عليا يا عيشه؟ معلش معلش، الدنيا كده ما بتوقفش على بني ادمين. انت ازاي تروح النوح برجليك وتعملي اللي في دماغك من غير ما تقولي لي؟ جرى ايه يا صقر؟ ما انت حاولت تقتل سيف العزازي في السجن من غير ما ترجع لي. هو شغل كده وخلاص. انا لما عرفت انه متورط ما استحملتش على دم اخويا، وكان لازم اتحرك عشان اقتله. انما انت بقى عذرك ايه؟ والله بقى كل شيخ وله طريقة. انت نويت تقتل سيف العزازي بطريقتك، وانا نويت تقتل نوح بطريقتي. ودي اللي هي ازاي لمؤاخذة؟ هشتغل يا صقر، وهشتغل بجد جدا لغاية ما الاقي سكة اقتل فيها نوح بالدية. فاكرة نفسك بتتكلم عن فتوة حارة ولا شيخ منصر؟ ده نوح يا خديجة. ما هو علشان هو نوح يا صقر، الحرب وش في وش مش في صالحنا، لازم نلعب معاه. طب الزفت اللي اسمه سيف ده هنعمل معاه ايه؟ هنستناه لما يخرج من السجن ونكمل اللعب. انا مش موافق على اللعب ده خديجة. اسمع كلام يا صقر، مفيش قدامنا طريقه غير كده. وانت منين اصلا؟ تقدر تقولك ده من الجبل. مفيش حد من الجبل، كل اللي في الجبل مطاريد. يعني انا لو قلت لك انا من اي حته